السلام عليكم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ادفانسد تريك علشان نمينيمايز الاوردر عن طريق ان احنا نمينيمايز الكولز اللي بتحصل في البادي بتاعنا، وشفنا الكاش مانيبيليشن تريك والكلام ده. النهارده ده النص الثاني للادفانسد تريك اللي معانا، وهو مفاداها ان المشكله مش في البادي اوردر قد ما ان المشكله مفاداها ان الميموري ستيتس بتاعتنا الستيتس بتاعتنا از فيري لارج. لو نفتكر اساسا الديناميك بروجرامنج كانت فكرته ان احنا عندنا بولينوميال نمبر اوف ستيتس وعندنا اكسبوننشال نمبر اوف كولز، فلو عملنا ميمورايزيشن للكولز دي هن ريديوس النمبر اوف كولز من اكسبوننشال لبولينوميال. مثلا في بوناتشي الستيتس لينير ان ستيتس، لكن كانت عدد السب كولز 2 اس ان، بمجرد ما بيمورايز خلاص اتقلب كل حاجه لينير. المشكله المره دي ايه؟ بعد ما جينا نفكر في الريكيرسيف ناتشر بتاعه القضيه بتاعتنا، لقينا ان نمبر في الستيتس نفسه اكسبوننشال، وبالتالي ميمورايزنج عليه عديم القيمه وممكن كمان ما يكونش ابليكابل. خلاص هنا قدامك طريق من اتنين. الطريق الاولاني انك تفكر في انذر ريكيرنس تماما، وبالتالي تاخد مسلك تاني. الطريق التاني انك تفكر ازاي تعمل ما يسمى ب ستيت سبيس ريدكشن، يعني تبتدي تشوف ازاي ان السبيس الضخم ده برغم ان هو 2 اس ان الا ان هو في حقيقته لينير، بس احنا لازم نلاقي الاوبسرفيشنز اللي تخلينا نقدر نريديوس الستيت الضخمه دي. على سبيل المثال تخيل مثلا ان الستيت سبيس بتاعنا كان عباره عن اري اوف لينس 50 كل اليمنت فيه من 0 ل 9، يبقى انا كده عندي الستيتس بتاعتي كام؟ 10 اس 50. خلاص فانت قعدت كده تفكر تفكر تفكر، فلقيت انك انت اللي اي ستيت ممكن تتمثل از ريبليسمنت للستيت اللي معاك دي لايه؟ لمجرد تو انديسيز في الاري ولاست تيكن فاليو مثلا. فقدرت تحول الاوردر بتاعك من 50 اس 10 لايه؟ ل 50 في 50 في 10. شوف الدنيا هنا اتغيرت ازاي؟ الفكره مفاداها انك انت خدت ال 50 اس 10 ستيت دي، قلت لا ده كل ستيت بالنسبه لي هي في الاول وفي الاخر عباره عن اللي يهمني فيها عن طريق الاوبسرفيشن بتاعتي، مثلا 2 انديسيز 3 انديسيز 2 انديسيز وديفرنس 2 انديسيز ولاست فاليو، حاجات من هذا القبيل. خلاص يبقى التريك دي بيسموها ايه؟ ستيت سبيس ريدكشن. الستيت سبيس ريدكشن از ا فيري اد هوك توبيك. يعني ايه؟ يعني كل بروبلم بتقابلها في الستيت سبيس ريدكشن از ا فيري اد هوك بروبلم، يعني حتى اللي انا هشرحه النهارده مش تبقى تفيدك في حياتك، يعني مش كاتيجوري زي الجيمز زي البروبابيلتي، مش كده. يعني كل مساله في المسائل اللي انا حاططها في البروبلمز مساله حدوته لوحدها. الفكره انك تقعد تفكر في الاوبسرفيشنز اللي تريديوس ال 2 اس ان او الاكسبوننشال ستيتس لبولينوميال نمبر اوف ستيتس. خلاص كده؟ فانا هشرح المثال ده على سبيل بس ايه؟ على سبيل ادمنستريتنج الفكره. وفي اخر الكلام بتاع النهارده هشرح تريك كده مهمه جدا ازاي تحل المساله حتى بالرغم من انك انت مش عارف حلها. البروبلم الظريفه دي اسمها بوليجون ترافيرسال. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا معانا ارقام n زي 5 مثلا، ارقام محطوطين في صوره بالترتيب كده 1 2 3 4 5. خلاص وفي يعني ارو من 1 ل 2 و 2 3 لحد 5، ما يهمنيش الاروز اللي بره دي. بيقول لك انا هديك مجموعه من الاروز رسمناها بالفعل، فمثلا 1 3 5 معناه ان في ارو من 1 ل 3 وفي ارو من 3 ل 5. المطلوب نبتدي نكمل الاروز دي لحد ما نعدي على الريميننج بوينتس، يعني مثلا ممكن الخمسه تروح للاثنين، الاثنين تروح للاربعه، الاربعه تروح لواحد وهكذا. خلاص بس بيقول لك في شرط مهم. ايه يا عم الشرط ده؟ كل ما تيجي ترسم ارو عشان تكمل البوينتس اللي مش موجوده، هو 1 3 5 يبقى في 3 نودز احنا علمناهم الواحد والثلاثة والخمسة، ناقص حاجتين الاثنين والاربعة، وبيقول لك اخر واحد لازم يروح للاولاني، يعني اثنين اربعة بعد كده الاربعة تروح للايه؟ للواحد. خلاص؟ وبيقول لك مفيش حد بيروح للنيبر بتاعه، يعني مفيش حاجة اسمها خمسة للواحد او خمسة للاربعة. المطلوب اي ارو ترسمه لازم يكت اي ارو موجود قبل كده، يعني يكت على الاقل ارو سواء كان من الموجودين الانيشال او اللي انت رسمتوه. فالمسألة دي ملهاش غير حل واحد، الخمسة ما تنفعش تروح للاربعة رغم ان هو انفستد لان هو نيبر، فهتروح للاثنين. هل ينفع؟ اه ينفع. ليه؟ لان الخمسة هتقطع الارو الواحد ثلاثة، يبقى قطعنا حاجة خلاص. الاثنين هتروح للاربعة، قطعت حاجتين. الاربعة هتروح لواحد، قطعت حاجتين، خلاص. يبقى عدد الطرق من هنا ايه؟ واحد. في حالات تانية بقى لا، في حالات تانية ممكن يبقى عدد الطرق صفر، ممكن يبقى عدد الطرق بالرقم الضخم ده وهكذا. المطلوب منك تعد عدد الطرق اللي نقدر نكمل بيها الشكل. المعلومات اللي عندنا، اولا
ال n بتاعتنا لحد 18. 18 ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك بان البيت ماسكينج از افيلابل، لان 2 اس 18 رقم صغير. وعدد البوينتس اللي هو هيديهولك يعني هيبقى اقل من البوينتس كلها، خلاص كده. والبوينتس اللي هيديها لك في البتاع ده ديستنكت، يعني مش هيديك 1 2 2 مثلا او 1 3 2 1، لا هيبقوا دايما ديستنكت، لان هو عايز يعمل باث ما بين النودز، خلاص كده. طيب لما نبتدي نفكر في الريكرنس بتاعتنا، الريكرنس المفروض يبقى فيها ايه مثلا؟ يعني از انيشال ثينكينج، والحته دي مهمه انك تفكر بالطريقه دي دايما لما تيجي تشتغل، فكر في البروت فورس سولوشن، يعني ما تشغلش بالك باكتر من كده. المفروض ان احنا معانا فيكتور في 1 3 5، والمفروض ان الفيكتور ده يتقفل ب 2 4 1 او 4 2 1 وهكذا. فالفكره كلها ان احنا معانا كارنت فيكتور بيمثل الحاجات الفيزيتد، ومعانا مجموعه من النون فيزيتد اليمنتس. كل مره بنعمل ايه؟ هنبيك ايتم من الحاجات اللي مش فيزيتد، لو ينفع نروح له هنريكيرس. امتى ينفع نروح له؟ ببساطه لو هو قطع اي حاجه موجوده بس، خلاص على كده. فين المشكله؟ البادي بتاع الكود ده الاوردر بتاعه كام؟ البادي بتاع الكود ده الاوردر بتاعه لينير، لانه بيعدي على النون فيزيتد نودز اللي هم ماكسيمم ان. تهايل، البادي ظريف جدا. فين المشكله؟ المشكله ان الستيت بتاعت حضرتك عباره عن فيكتور، والفيكتور ده جواه ارقام من 1 ل ان، والان يبقى انا عندي كام ستيت؟ فاكتوريال ان ستيت، وعندي جوه انسايد فور لوب ان، يبقى انا عندي فاكتوريال ان بلس 1 ستيت، وفاكتوريال 18 لو الان 18 فاكتوريال 19 برقم ايه؟ كبير. طب تعالى نتخيل فرض جدل ان الان دي ب 9 مش ب 18، النص يعني. يبقى انت معاك كام ستيت؟ معاك فاكتوريال 10، خلاص؟ اللي هو بكام؟ اللي هو ب 3 مليون ونص، اللي هو حاجه بسيطه جدا. يعني لو الان بتاعتك كانت ب 9 كنت هتكتب الكود اللي انا قلته ده بالظبط، وتميمورايز في ماب. ماب بتاخد فيكتور وبترجع لونج لونج زي ما عملنا سيفنج مابس زمان. لكن المشكله دلوقتي ان مع ال 18 فاكتوريال 19 ده رقم ضخم جدا، ما ينفعش الميمورايز. فهنا وقعنا في المشكله اللي بقول عليها، ان الستيت سبيس از فيري اكسبوننشال. عشان تعرف تكمل يا تاخد طريق تاني يا تفكر ازاي تريديوس الستيت سبيس بتاعك، خلاص. انا ما يهمنيش ازاي تعرف الفكره، انا هشرحها، بس ما يعني الفكره از ادهوك زي ما قلت، اي مساله هتبقى ادهوك، لكن يهمني انك تبتدي تفكر هاو تو ريديوس السبيس. الموضوع لازم يكون في نوع من الاناليسز، عشان كده دايما النوع ده من البروبلمز بيبقى في الادفانسد ليفل، مثلا تو كودر ديفيجن 1 ليفل 2، حاجات من دي يعني. الاوبزرفيشن اللي هنا مفاداها ايه؟ تخيل الشكل دوت، ماشي. لو انا دلوقتي جيت قلت لك ان احنا معانا فيزيتد مين سو فار؟ 1 و3 و5، خلاص. لو انا جيت اقول لك انا عايزك تخيل ان في نودز كتير غير 2 و4، يعني بس تخيل، يعني عايزين نوصل ارو من 5 ل 2، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ خلاص، تخيل للوهله ان الاروز اللي موجوده مفيش من 1 ل 3، خلاص مفيش، مش موجود، في بس الارو من 3 ل 5. هل الخمسه تنفع تروح للاثنين؟ الاجابه لا، لان مفيش انترسكشنز في الحاله دي. طب ازاي اقدر اعرف ان في انترسكشن او مفيش؟ ما انا لو عرفت اجاوب على السؤال ده خلصت خلاص، انا كنت محتاج الترتيب بتاع البوينتس علشان اقدر اعرف انا اعمل كات ولا لا. طب انا هسالك سؤال، عشان يبقى في ارو من 5 ل 2 بيقطع حاجه، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في بوينتس من النقط اللي فوق ارو 5 2 واصله بالنقط اللي في بوينتس 5 اللي تحت 5 و2، يعني في بوينتس من النقط اللي فوق اللي هي 1 واصله بالبوينتس اللي تحت اللي هي 3 و4. طب لو من 5 ل 2 البوينتس اللي فوق دي ما فيهاش ولا نود فيزيتد، ده معناه ايه؟ ديفينتلي ان مفيش حد فوقيك ما بتوصل اساسا، يبقى ديفينتلي الخط ده ما بيقطعش حاجه. على العكس بقى، تخيل المنظر اللي احنا شايفينه دوت، وانا بقول لك عايزين نرسم 5 2، فبقول لك خلي بالك ان الواحد فيزيتد وان الثلاثه فيزيتد. استنى بقى، ده انا فوقيا نقطه فيزيتد، وتحت الارو بتاعي في نقطه فيزيتد، والنقط دي كلها متوصله ببعض بخط، بديهي ان علشان ارسم خط لازم اقطعه، لازم اقطع حاجه مرسومه، الله اعلم يا جاي منين لفين، الله اعلم. بس بديهي طالما ان اللي فوق فيزيتد واللي تحت فيزيتد، يبقى لازم هيكون في حد من اللي فوق اتوصل بحد من اللي تحت. لاحظ هنا ان احنا بدانا نتحرك لفكره، احنا ما يهمناش اللي فوق متوصل بمين باللي تحت، بس بقى يهمنا بس فكره ان في حد فوق فيزيتد وفي حد تحت فيزيتد. الخلاصه ان احنا قدرنا ننتقل من فكره عايزين الترتيب بتاع البوينتس عشان نرسم الشكل بتاعنا بالفعل فنحدد في قطع ولا لا، لان كل اللي احنا محتاجين نعرفه
ايه ايه الحاجات اللي فيزيتد سو فار؟ طيب عايزين نرسم يا عم ارو من 5 ل 2. استنى، في حد فوقيه فيزيتد وحد تحتيه فيزيتد؟ لو الاجابه اه يبقى ديفينتلي اقدر ارسم الخط. دي الاوبسرفيشن اللي هتخلينا بدل ما نشغل بالنا بفيكتور اللينس بتاعه 18 لماسك اللينس بتاعه 18، وبالتالي قلبنا من حاجه لفاكتوريال ان لحاجه لاتنين اس ان، وطبعا ده فرق رهيب. طبعا بديهي انك انت دايما محتاج على الاقل تكيب اخر نود كانت معاك، خلاص؟ يعني انت معاك 1 3 5 لازم تقول لي ان الخمسه اخر حاجه، اخترنا الاثنين لازم تقول لي اخر حاجه، خلاص؟ يبقى احنا قدرنا نعمل ريدكشن من الستيت سبيس بتاعنا من فيكتور لحاجتين، ماسك وانتجر بيقول مين اخر نود واقفين عندها. طيب لو عايزين نعرف النود دي ينفع نرسم الارض ولا لا، ببساطه في حد فوق فيزيتد وحد تحت فيزيتد ولا لا؟ طيب لو انت معاك ارو 5 و2، الواحد دي موقعها فوق ولا تحت؟ ببساطه لا، 3 مثلا. لو الثلاثة دي ما بين الرينج من 2 ل 5 يبقى هي لازم تكون في اللفة من 2 ل 5 اللي هي تحت. لو مش كده يبقى هي لازم تكون فوق، خلاص؟ يبقى أنا عشان أتشيك حاجة بتلف محتاج الحركة اللي قلت عليها دي. خلاص كده؟ تعالى نبتدي نبص على الكود. أنا عملت فانكشن بتقول إيز بوسيبل، بتاخد فيكتور أوف بوينتس الحاجات اللي فيزيتد، وبتاخد الأرو اللي إحنا عايزين نرسمه اللي هو بادئ في ستارت وإند، وبتقول له إيه؟ بتعدي عايزة تعرف هل حاجة من البوينتس اللي فيزيتد دي فوقية وحاجة تحتية. لو ده حصل خلاص، فبيعدي على البوينتس بيتأكد إن البوينت دي مش أنا، وبيقول له لو البوينت دي في الرينج بتاعي يبقى هي تحتية، لو هي غير كده تبقى فوقية. لو في أي لحظة بقى معاك بوينت فوقية وبوينت تحتية، ده معناه إن إحنا نعرف نرسم أرض، غير كده رجع صفر. الستيت بتاعتي لونج لونج كاونت، في آخر نود معانا ومعانا الماسك، خلاص زي ما قلت لكم بقى سيبكم من حوار إنك توصل الماسك في انتجر. هتلاقي الماسك ده عبارة عن إيه عندي؟ عباره عن بيت ست، دي اسهل حاجه في الدنيا عشان ما تشغلش بالك. والميموري بتاعتنا 18 في ايه؟ واحد شيفت 18. كل مره بمسك الماسك ده علشان ابيلد النودز اللي مش فيزيتد والنودز اللي فيزيتد، خلاص؟ والمعلومه دي تقدر تمنتنها هنا كبارامترز زي ما قلت زمان، از ايه؟ از هيلبر فاريبلز او انفرنس فاريبل، بدل ما تضطر تعمل لهم لوب كل مره. لو الماسك ده كان اتقفل كله، يعني كله اتقفل، اتاكد ان اول بوينت واخر بوينت بيقطعوا حاجه في اللي موجود، غير كده عدي على كل نقطه نود فيزيتد. لو ينفع نرسم الارو من اي لنود فيزيتد اوف جي ونقطع حاجه في الحاجات الفيزيتد، يبقى معانا ماسك جديد النود دي متعلمه وريكيرس وجمع. تمام؟ وصلت؟ يبقى احنا كده قدرنا نقلب كود من اكسبوننشال لايه؟ ل قلبنا عدد الستيت من اكسبوننشال لبولينوميال. يبقى لما تكتب ريكرنس تلاقي ان الستيت اكسبوننشال تبتدي تفكر، وهتلاقي نفسك الموضوع متعب شويه لانها عاده ما هتبقى اوبزرفيشن صعبه شويه. خلاص كده؟ طيب عايز ابتدي اقول بقى تريك تخرجنا من الكلام ده كله لو احنا جوه كونتست وبنتزنق ومش عارفين نتصرف. سهل على اي حد عنده شيء من الاكسبيرينس انه يحاول يخمن هو الحل ممكن يطلع عامل ازاي. بس الفكره ان دايما هو بيشغل باله بانه لازم يبروف الحل. انا بقى اللي عايز اقوله النهارده ان احنا مش محتاجين نبروفه، وانك انت لو عندك تخمينين ثلاثه ممكن تجربهم وتخلص. هقول لك ازاي. دلوقتي انت مثلا على سبيل المثال في البروبلم دي بالذات، السنس بتاعك كان بيقول ان احنا نفسنا نخلص من البرميتيشن ونربلسها بماسك. يا ترى هيبقى ماسك اناف ولا لا؟ يا ترى محتاجين ماسك واخر نود؟ يا ترى محتاجين ماسك واخر ارو؟ فانت هتلاقي نفسك بتدور في فلك الايه؟ الاوبزرفيشنز دي. طب استنى يا عم، احنا لازم نعرف في البروف عشان نعرف ازاي نكود الالجوريثم الجديد. لا انا بقول لك انت مش محتاج تعمل كده. تعال نبص، شايف ده الحل البروت فورس اللي انا كنت بشرحه في الاول. مفاد الحل ده ايه؟ اولا فانكشن انترسكت عاديه خالص، بتاخد الفانكشن اهو معانا فيكتور اوف البوينتس اللي معانا اللي هو انيشال البوينت الفيكتور بتاعه، ومعانا الفيكتور اوف بوينتس النوت فيزيتد. الفيكتور اوف بوينتس ده بيريبريزنت الاروز، يعني لو هو 1 3 5 يبقى عندي ارو 1 3 وارو 3 5، والفيكتور ده هيبقى فيه الاثنين والاربعه. وهقول له ايه؟ عدي لي على النقط اللي مش فيزيتد واتاكد. لو في انترسكشن ما بين الارو بتاع الباك اخر واحد والنود دي مش فيزيتد في الاروز اللي معايا، لو ما فيش انترسكشن كونتينيو، غير كده هات لي النقطه دي من النود فيزيتد وحطها لي في مين؟ وحطها لي في بوينتس وشيلها من النود فيزيتد، وريكيرس على الايه؟ على البوينتس الجديده والنود فيزيتد الجديد، خلاص؟ وبعدين طبعا النود فيزيتد ده از ريدندنت، يعني اللي يعرف البوينتس يعرف النود فيزيتد، اللي يعرف النود فيزيتد يعرف ده. بس لا، هو النود فيزيتد هو بس اللي ريدندنت لان ده بالترتيب بتاعه يفرق معانا.
وبعد كده هترجع تريموفه. الكلام اللي احنا عاملينه ده باك تراكنج طبيعي جدا. الفانكشن بتاعت از انترسكت دي بتعمل ايه؟ بتعدي على كل الاروز وبعدين تقول ايه لو الارو دوت بيقطع بعدي عليهم، بعدي عندي الارو ستارت وان وبعدي على الارض الارو بي اي وبي اي بلس 1 وبتاكد هل انا بقطعه ولا مش بقطعه. لو بقطعه خلاص يبقى في انترسكت، غير كده مفيش. وبرده لو وصلت للاخر بتاكد ان اول واحد واخر واحد بيقطعوا بعض. الكلام ده كده از ايه؟ از دايركت بروت فورس، احنا اتكلمنا عليه مش نافع خلاص. وقلنا ان لو عدد البوينتس دي كان 9 كنت بمنتهى البساطه هاجي هنا واروح عامل ايه؟ اروح ميمورايز على الماب اوف فيكتور وانتجر. اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ ان نفس الكود ده انت ممكن بمنتهى البساطه تخمن، تخمن هو الميمورايزيشن الصح ممكن يكون عامل ازاي؟ بص انا ايه؟ انا دلوقتي هفترض ان الميمورايزيشن الصح هيطلع الماسك واخر نود بس. بس ما اعرفش بروف للكلام ده وما اعرفش ازاي ممكن ياثر على الكود. هعمل ايه بمنتهى البساطه؟ اعمل ماسك اسمه ماسك يساوي صفر، وهعدي على البوينتس بتاعتي، هعدي على البوينتس بتاعتي واقول له ايه؟ واقول له كده ان ماسك اوف بوينتس اوف اي بيساوي 1 خلاص. وبعدين هقول له اف ان الميمو، او خلينا بالطبيعه بتاعنا هديه هنا اهو، هقول له كده بالريفرنس على البوينتس دوت باك ميمو اوف البوينتس دوت باك والماسك دوت تو انسايند لونج لونج خلاص. اف ان الريت ايكوال اف ان الريت نوت ايكوال ماينس 1 ريتيرن ريت، غير كده الريت بيساوي صفر خلاص. وحط هنا، خليك فاكر ان البيس كيس بتاعنا الاوردر بتاعه ان، فلما يكون البيس كيس بتاعك الاوردر بتاعه ان تشيك الميمورايزيشن الاول خلاص. الكود بتاعنا تحت بيعمل ايه؟ بمنتهى البساطه بيجهز البوينتس العاديه وبيجهز النقط النوت فيزيتد. ده الكل القديم اهو، الفانكشن اللي بالماسك خلاص، ده بقى الكل اللي بالبوينتس ماشي. ايه اللي هيحصل هنا؟ بمنتهى البساطه اكتشفنا ان لما السامبل عدى ان ده الميمورايزيشن الصح. فممكن واحد يقول طب ما البوينتس دي اذا سبيسيفيك كيس من الكيسز اللي يخلي الماسك دوت ينفع، لانها في الاصل هي الفكره عباره عن بوكسز، كان عندك اكسبوننشال نمبر اوف ستيت بتريديوس البولينوميال، فكونك بتسيميليت الانسر على وان سبيسيفيك كيس ده ما ياثرش على الفاليديتي بتاعه الايه؟ بتاعه الانسر اطلاقا خلاص. يبقى خلاصه التريك، لو انت دلوقتي لقيت نفسك قصاد اكسبوننشال نمبر اوف ستيتس ومش عايز توجع دماغك، اكتب الكود اللي بيعمل الميمورايز الريكيرسيف العادي خالص جدا جدا، وابتدي خمن يا ترى الميمورايزيشن الصح ممكن يكون على انهي ريديوسد نمبر اوف بارامترز. ده انا معايا مثلا الري اللينس بتاعه 50، طب انا متخيل ان هو اخر اثنين اندسيز وديفرنس ممكن يتميمورايز عليهم وطلع انسر، جربها لقيتها صح اعرف انك انت ده الميمورايزيشن الايه؟ الصح. بنفس الكونسبت ده نفس الفكره. تخيل انك بصوره عامه عندك مثلا فانكشن بتاخد 4 بارامترز بتميمورايز عليها وبيطلع صح. لو انت عايز تتاكد اكتر هل في بارامتر منهم ملوش لازمه، صفر البارامتر ده وشوف هل الانسر فضلت طلعت صح على تيست كيس كبيره ومحترمه. لو طلعت صح اعرف ان البارامتر ده كان يوزلس خلاص كده. يبقى التريك مفاداها انك انت ممكن تجرب تخمن الاوبتمايزد ستيت هتبقى عامله ازاي وتجربها من غير ما تخش في الهسل بتاع واي هي صح. الكلام ده ما تعملوش وانت بتبراكتس، لكن لو انت انسايد كونتست جو اهي اعمل كده وينجز بس خلاص. السلام عليكم.